قول أنس رضي الله عنه: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أي في غزوة أحد، وهي الغزوة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في السنة الثالثة من الهجرة. وهذه الغزوة ذكرت في كتاب الله عز وجل في سورة آل عمران، ومن بين هذه الآيات ما ذكر هنا من نزول قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، فهذه في سورة آل عمران. وتحدثت سورة النساء عن هذه الغزوة في بعض الآيات، كما في قوله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. مطلع الآية: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقد سبق هذه الغزوة غزوة بدر، وقد وقعت في السنة الثانية من الهجرة، وتحدثت عنها سورة الأنفال. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما قبلها من آيات وما بعدها من آيات. وبعد غزوة أحد وقعت غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة، على الصحيح من قولي المفسرين وعلى الصحيح من قولي أهل التاريخ، وقد تحدثت عنها سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الآيات. وبعد هذه الغزوة قال عليه الصلاة والسلام لما فر القوم يجرون أذيال الهزيمة، قال كما في صحيح البخاري: نغزوهم ولا يغزوننا. وبالفعل ما غزوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غزاهم في عقر دارهم. وأما غزوة بني النضير فقد ذكرت هذه الغزوة في سورة الحشر: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. وأما غزوة خيبر فقد ذكرت في سورة الفتح: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. وأما غزوة بني قريظة فذكرت في سورة الأحزاب: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأما غزوة الفتح فقد ذكرتها سورة الفتح. وأما غزوة تبوك فقد ذكرت في سورة التوبة، وبين جل وعلا حال المنافقين وفضحهم. أما غزوة حنين فذكرت في سورة التوبة أيضا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا الآية.